محيط لبنان يلي طوله 220 كيلومتر بعد باقي منه 40 كيلومتر، يعني 20% بس. كانت الناس تعيش من البحر، صيادين، فلاحين، والناس تعيد على الشط ومهرجانات وأثار، بس كله هيدا عم يختفي. ليش؟ بسبب أكثر من 5 مليون متر مربع من التعديات والعمار العشوائي اللي بعده مستمر. طيب عنا شط عام بلبنان، وقعوا معنا على عريضة بالطالب مجلس النواب بإقرار تعديل قانون 64 على 2017 بمادة وحيدة هدفها حصر إشغال الأملاك العمومية البحرية بالدولة اللبنانية.